أقولكم أبونا شيء كمل حبة بيدام، مكمل يوم يوبات بيدام وفستق وصحيحات كم وحدة، وكل يوم أبوي يتريق لي سحتين فرتين سح وشوية فستق وبيدام من اللي كان موجود. واليوم عادة تلايا وليبات تمات سحتين والفستق وقف والبيدام وقف، وكان أبوي كم قرن موز موجودات للطمهن إبراهيم توفيج وهاي بقايا قشورهن والحمد لله. زين ما يندرى، بقول السلام عليكم، صبحكم الله بالخير، لولا العلم عند الله. زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير والنور والرضا والسرور. اليوم عادي يوم يقول لك تلايا وليبات، اليوم هو تلايا وليبات، اليوم آخر يوم لنا في جنتية دزلدورف. انزين طيارتنا الساعة 11 الإقلاع في الليل، وبنوصل إن شاء الله مصباح الخميس. تشيك اوت مال الفندق عادة يكون الساعة 12، وأنا مسوي عضوية ب 150 دولار كانهم مسوينها. يوم تسوي العضوية هذه عندهم في فندق اللنتر يعطونك ليت تشيك اوت، وإذا حجرك عادية يعطونك من الكبار، وإذا ما أدري شو يعطونك بعد ما أدري شو، أمور وايد عندهم. فالحمد لله ب 150 دولار ورب العالمين سخرني إن هاك اليوم أسويها، برغم إني مش مقتنع أنا في المواضيع هذه. اليوم يوم قلت لهم قال ابوي ترى انت عندك ابوي عضويه هاي امباسادور، هاي ابوي يحق لك ابوي تايلس ليت تشيك اوت 4 ساعات عقب الوقت الرسمي. قلت الحمد لله. شوف انت ولا هاي اللي تحت اللي في الريسبشن نسر، والله قبل ما تشوف البطاقه قالت ابدا 12 دقيقه انت خارج. شو بقولكم المراد، الحمد لله الامور طيبه وكل شيء من حسن الى احسن، والسيره هاي تيسرت ورب العالمين وفقنا فيها. الحين بتري ابراهيم من يجي بنظهر بنسير نتمشى ونحوط نعيم من الله خير لين يجي وقت الصلاه، برد بنصلي برد وبنظهر، والساعه 4 بنسوي تشيك اوت مثل ما قلت لكم، والمغرب اظني بنظهر جدا الفندق المطار. بنيس مطار هم اكيد انه مطار فنان وغاوي، يعيبني اسير قبل الحشر بعشر، قبل ما تطير الطياره بثلاث اربع ساعات اسير، يعيبني يعني خاصة في المطارات الكبيرة واللي فيها كافيهات اللي فيها مولات وفيها بيع ومشترى وفيها حركة وفيها حياة. تيوز لي هنا المطارات اللي هالنمونة، ما يعبني المطار الخنخوش صغيروني اللي يتقرقع بكبرة. يعني كل شيء شرح وفيه يويل وسير ويي، يوز لي أنا أحب كل شيء تول، الشيء التول هو اللي يوزلي، الشيء الضخم الشيء العظيم انا احب شيء طبيعتي، احب شيء الشرح. ايه الحبيب؟ يس السلام عليكم. اوكي ابو محمد عليك السلام ورحمه الله. صباح الخير. صباح النور. هاو ار يو ماي براذر؟ ام فاين وات ار يو؟ انا بخير وسهاله. الحمد لله الحمد لله. والله عليك شو هالمسلسل، انا اشوف هذا هالفعل منو فاعلنها؟ ترى على فكره مصور قبل وحين هذا بعد. شو اللي سويت انت الحين؟ انا مخبر أنا العرب. سلطنت يا ابو محمد. هنتين. بس والله. هذا كله هنتين. اي والله العظيم هنتين. انت ماكل هذا. انا. وخلصت السح والبقلاوه ما شاء الله عليك. انا البقلاوه والله ما يتقربها. استغفر الله. والله العظيم. عجب وين صار ملوك الساحر؟ ها واحد عدالها. لا والله انا ما مسيت. وعالي في طرف الغوبك. اي طرف بعد اي الغوب. يا الله. بس اي. هذه ابوي لبستي. هذا اليوم احنا على ما تشوفون خزعنا رقم واحد. خوف علينا برد. ابو محمد. والله رقم واحد حرام عليك. مال برد الحين. اليوم برد. يا غير التحدي شفت الكمبل مال الجيش؟ برانيس مال الجيش لو يعطون العسكريين هالنمونه. يلا يلا ابراهيم يلا 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 الحين الله يحفظكم. الحين بنسير بنتر ما بنخلي بقى ان شاء الله اذا الله راد بنعرر الدنيا كلها. يلا ابو خليل يلا يلا حبيبي. بسم الله الرحمن الرحيم. حشا بابهم ثقيل وايد. يلا باب يابانيين. ايه يابانيين هم المان كل شيء ولايتي عندهم. ادعوك ادعوك في اليابان. لا بخبرك والله وين شبع منها والله. لا تم عليها رضوان من الله. يبان نغير فيها وديها هني هني ذس واي ذس واي ذس واي. زين زين شوي شوي عاد ابوي من نشيت وانا في لساني هالغنيه انادي يا هلي ولا حد يردي.
وانا روحي من الفرقة خطيرة على اللي بالهوى بيح بسدي ونفسي ما تبي مخلوق غيره. اليوم من نشيت الصبح وانا اهاديبها هالغنية دندن بها من صباح الله خير لين امر هاللحظة. هذا ابوي لو بيهم هذا الصب بعد رح النمون بعد شيء بالجلبي الصوت بتصور فيه بصور فيه لكن تشوف القهوة شوف ما بقول تشوف لا انت شوف القلاص هاي ابوك شربوا بهن المخاتيم المختل يعطونها الكثير وقطره انا هذا نوع من انواع البروستيج انت بعد شانت ابو محمد ما باليد تحيل ولا به من يجيب ولا يودي سلامي للغضي وسط الجزيره هي والله من نشيت اليوم وانا هذي بهالغير انادي اهلي ولا احد يردي وانا روحي من الفرقه خطيره على اللي بالهوى بيح بسدي ونفسي ما تبي مخلوق غيره والله يا ابوكم يا القصيد الزين الخالد خالد ما بينتهي لو لين تقوم ناقه صالح القصيد الزين مره ما يوجف ما له عمر ما له زمن ما له وقت كل قصيد زين يلصق عبر التاريخ عبر الدهر وعبر العصور كلها يتم ابراهيم الحين نحن ابوي لسنا مش الا ابراهيم نحن نخبركم عن ريوقنا هذا ابوي ريوقنا الكوفي وهذا ها طلبنا انا واحد وابراهيم واحد شو اسمه هذا معلم هذا ايك بيجل مع بانكيك ساندويتش بيض مع بريتس بانكيك وتشيز كيك يعلك تسلم الله بارك الله فيك زي ابراهيم هذا ابوي ريوقنا اليوم نحن في هالاجواء الفنانه وهالمكان الزين اللي تشوفونه هذا شارع عاد الملوك يسمونه عاد وين الملوك نحن ما نشوف حد ملوك كان يلس زينه فنان يعلك تسلم من وين في سوريا انت؟ فلسطيني والله شكلك يقول سوري لا فلسطيني والله والنعم شفت تقدر تعرف ايه تقدر تعرف ايه والله صحيح بارك الله فيك
يومينا يوم اللحد الله يحفظكم أول يوم. هاي نصيحة للي بيي دزلدورف، اللي بيي دزلدورف لي في يكون يصبح عليه اللحد. نحن يومينا نصبح علينا لحد، البلاد ما فيها إلا نحن نمشي في هالمكان طويل العريض، ما حد إلا نحن نمشي أنا وإبراهيم من الصبح لين في الليل تدور حد يقول لك كم الخبر، ولا اللومي بكم، ولا انت وين ساير، ولا وين جاي، ولا علمك، ولا خبرك، والله ما حد نشاد عنك ولا حد درابك وين ساير ولا وين جاي. فنصيح للي بييها البلاد ليها ويصبح عليه اللحد. هي نعم اي يوم ما عدا اللحد. شوف الله بالمستعان، الله يا ابوكم لو تبى حد يطاول قطره ما مالقت لا سوبر ماركت. شوف هاي اللي قدامك هبه تصير لها الحين بتعطيها هاي الخمسة يورو. تعرف هاي شو تمثل؟ عباره عن شو؟ وحده وهالنمونه يعني شو بيكون؟ قابضه مكشه. يلا سر مال تنظيف؟ لا ما بمال تنظيف، هاي شوفها مال تنظيف. يلا سر اعطيها هي في دينها؟ هي هي لا اظن يحطون تحت ابراهيم. هي هي هني عدال هاي. ايوه ها ها سر تسلم عليها. ايوه هاي الساحرة من المكشف. شفت ما زينها؟ هلو نورة. wish you a nice time. Hey. Yes, we are very happy in Düsseldorf. Very happy. And we try. شفت ابراهيم؟ هاي المكشف. We will have another meeting later. مخيل العيوز. شانس شانس عليك إبراهيم شانس. Thank you. Thank you. ها؟ اللي يكون في الشوارع. هي حليلها. ما أتت عليك عادة. قالت بتدور شانس حق تشوفك مرة ثانية. حليلها. إيه مو منا. منا نعم منا مسكينة فقيرة طلبة. اتفق مع ابراهيم اول ما ظهرنا عندنا اسم محل نحن عانين عسب عانين عسب. وقال ابراهيم قلت لابراهيم ترى متشل عليك انت بتحافظ الاسم. قال انزين واسمه غلج هو اسم مول صغيروني في ما تشتهي النفس يقول خبرينا عن الفندق. قالوا مب على الشارع حاله روحه على يمب. ابراهيم شو اسمه اللي احنا وين سايرين؟ انزين الحين عقب ما مشينا هالمكان كله شباب في رحلة. نسيت شباب في رحلة يعني الحين جيتنا على الفاضي؟ لا مش على الفاضي. ها لا لا شو عيت؟ انت مش انا بقرا بالانجليزي وبعرف اسمه. انت تتذكر شو الاسم؟ شيء في بالسي كنت شيء كنتن شيء كذي كنتن كنتيسه مثلا؟ لا لا شيء ما بكنتيسه؟ بكنتيسه يعني شيء اسم شيء يعني؟ لا 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 ها اوكي ها شوف 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 ابراهيم ابراهيم شو المنظر هذا؟ صورناه البارح نحن اللي صورناه بخرب الله تهلوي خرب الله ها طلاب يوم ما عطيته بحلق لي عيونه ها الله الله أقولكم والله نمونا بلادهم هاي حديقة كم مكبرها داخلها الانهار والباب وما أدري شو كل شيء مرة في عين الماء. تحياتي وأشواقي وسلامي واحترامي لكل اللي ضافوني هاليومين ثلاثة اللي اختفل هاي الجماعة اللي توهم إداد لا يعرفوني ولا عرفهم وضافوني. شكرا على كل الكلام الجميل والمسجات الحلوة اللي تأخذ العقل اللي يتبوي من عندكم كلام يفرج الصدر ويفرح الخاطر. مشكورين على هالكلام الجميل وأخص به ما في عقب ينقمون بيقول لي حد ليش انت ما طريت لا لا كلها كلهم اللي راسلوني طرشوا كلام جميل يعني الله يحفظهم ويبارك فيهم. ها شفت بالله يك مكبرها انسيه والله ولا تتروع. ابراهيم شو الحين الحل؟ الحل بنمشي مني وان شاء الله نشوفه. بتشوفه انت ما تعرف شو اسمه؟ اعرفه بالانجليزي بس بقرا. زين شو اسمه بالانجليزي؟ قلت لك ترى شيء كنت اسمي كنت؟
كل هالعرب تصور يا ابو كثرة، الناس كلها بتموت على التصوير، ما حد هو يعرف ما يصور. ترى مولهم انت ما شاء الله عليك. عاد انا اصور ما بحق عمري، اصور للعرب حتى مصور حق العرب. ظنك وين منها ابراهيم؟ كيف عرفت انها هي يعني؟ كيف عرفت انها هي يعني؟ احساسي يقول انها هي. ها؟ احساسي يقول هي انها هي. احساسك طبعا يقول انها هي. ما شاء الله عليك وعلى احساسك. هي هاي العمارة ان شاء الله. عسى وعسى خير ان شاء الله. ليش ما نسير الفندق ونتخبرهم مرة ثانية؟ يا تاني. ربي هي بعد نروح الفندق. هي نعم عبنا ركب تكسي يومنا هذا. لا عين نحن ما بليس نعرعر كل المولات مو بكل المولات على الأقل وصلنا بعدنا برد نمشي ورد هنا. فكرة نحن وصلنا أبوي عند المحل زين. وعلى فكرة تعال 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 الحين منو يابنا منو يابنا هني عند أنا اللي يبتكلم. تحلف لا تقول أنك أنت تحلف تعال مني. لا لحظة أنت قلت هذاك المحل صح ولا لا؟ زين اليوم وصلنا هني أنا قلت لك أظني هو هذا. قلت أظني بس أنا أكتبت لك بالاسم لأن أنا عارف الاسم. يا رجال أنت ما تعرف العريف. يلا تعال نروح داخل. لا صبر إبراهيم ولكم ولكم. صبر صبر قبل ما نسير الحين عرفنا نحن المحل زين. لكن أنا عندي طال عمرك شغل في بوتيك يبيعون عطورات ثمين وهو الوحيد في ديزلدورف وقال لي يا أبو محمد نباك تسير عينه. حلو فشو رأيك؟ وين هذا هو؟ هني جريب عدال فندق لا 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 جريب هاد جريب حينه حتى خمس دقائق ما بناخذ بنسير. اي والله العظيم بنحضر بنشوف سامانهم وبنرد جدا المكان هذا بس اذا اخذنا شيء نسير مره واحده عقل الفندق. شو رايك؟ يلا توكلنا شرب هذيك الله بارك. هذا فندقنا نحن قدام وانت جاي من الفندق عليك اليمين تعبر البحيره يجيك كارتير من عقب كارتير يجيك شو اسمه ستاربكس من بعد ستاربكس يمكن أظني بعشرين متر يجيك المحل اللي يوجد فيه بوتيك هو اسمه اسم البوتيك بريمير اسم البوتيك هذا اللي موجود فيه اللي يوجد فيه الله يحفظكم عطورات ثمين اللي موجودة في سلفريج لهم فرع واحد للمبيعات في تشنتيا ديزلدورف في تشنتيا شو يا ديزلدورف موجود ابوي عطورات ثمين عند هالمكان هذا المحل هذا المكان هذا هاي البوتيك المول هذا نحن جينا البارحة زين المول هذا اسمه سيفنت هذا مقابل الانتر كونتيننتال فندقنا اللي احنا فيه هذا الشارع الرئيسي مال شارع الملوك اللي يطرونه اللي في نص النهر اللي خبرتكم عنه اللي دوم نصور عندنا يجيك المدخل هذا قلت لكم اللي دوم مشرع بيبانه ما له بيبان لكن مفتوح الباب من تدخل هذا هو المكان اللي نحن عانين عسبه اللي هو بي نحن دخلنا قبل شوي الباب الجانبي لكن الباب الرئيسي هذا هو المحل اسمه شنيتس لير هذا اللي تشوفونه مره وانت جاي من اول ما تدخل المول شيء المحلات على يمينك وعلى يسارك تقبض الطروق هذا يسار يجيك هذا المحل وقدامك ابوي على ما تشوف اللي تحيدونهم اللي خبرناكم عنهم من قبل عطورات ثمين موجودات في ديزلدورف كل الأنواع اللي عندهم 12 نوع هذا من ثمين محرمسنا عنهن بما فيه الكفاية حاليا ثلاث الأنواع توه نازلات قبل تقريبا 3 weeks من قبل ثلاثة أسابيع نازلات أول واحد سبيكترا وثانية واللي عقبه جديم والثالث إمبريال كراون هاي أحدث ثلاث قطع نازلات في ثمين من ثلاث أسابيع نازلات في لندن وتوهم واصلات أبوي ديزلدورف في المتجر هذا وفي المول اللي خبرتكم عنه سيفنت المول اسمه سيفنت مش موجود في أي مكان في ألمانيا في ديزلدورف بس في سيفنت اللي مشاهد الانتر كونتيننتال في شارع الملوك
مقابل الانتر كونتيننتال شارع الملوك شي مول اسمه 7 في البوتيك هذا اللي توني صورتكم اياه موجودات ثلاث الانواع ليداد اللي تشوفونها. خبروني وقال ابوي مدامك انت موجود سير وخبر الجماعه اللي يون ديزلدورف ما يحتاج يصيرون شرق ولا غرب، العطر عطر ثمين موجود عندهم. الزين فيهن ان كل واحد منهن هالثلاث العطورات ليداد ريحته مش مشابهه للعطر الثاني، مثلا واحد اول واحد هذا ريحته شراد دهن العود ويا الطايفي، ريحته دهن عود وطايفي، والثاني عنبري. مره تقول ما بعطر العنبر، لا العنبري. والثالث ريحته تحراها عرق الحنه وفي تشيده، ترى عطر عرق الحنه وتقطر له ثلاث قطرات تشيده، شي غدي يغدي غني يا ليل روحه يرحب مسير يومي. وايد خنينات ارياحن وريحته يعني تميل الى العربي 70%، شيء وايد جميل وايد ثمين، وما سمى ثمين الا هو ثمين. الله يرزقه، مكان مميز وموقع مميز وعطر مميز، ما يبغي له اي كلام. الله يوفق ان شاء الله. فاللي يبى ياخذ منهن يجي الموقع اللي خبرناكم عنه. انزين اقولكم ابوي الحين هنا يلسوي الريال هذا، وبخبركم منو وشو سبب يوم ياب عطر ثمين. شو السبب؟ اول شيء انت شو اسمك؟ اسمي لا اسمي 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 هي جوزي صادق. انزين اوكي، ابوه من لبنان وامه فرنسويه ونا خلقت بفرنسا. هي اوكي عرف صادق. انزين هالمحل ابوي محل المكان اللي هو فيه محل كبير طويل عريض، لكن هو قابض السكشن هذا. السكشن هذا فيه عطورات وايد، لكن نحن ابوي ما خصنا في العطورات، نحن نتكلم عن عطر ثمين. عطر ثمين هذا اللي قدامنا. انت قبل ما كان موجود عندك ثمين؟ لا صح، ليش جبته لهون؟ عشان من اول كل ما واحد يفوت لعندي بيسالني، كل واحد يفوت لعندي بيسالني عندك ثمين؟ قلت له لا ما عندي اياه. كيف ما عندك اياه؟ صار لي سنتين عندنا اياه بلندن. اوكي شو عملت؟ حكيت مع المديره وقلت لها لازم تجيبه. شو عملنا؟ جبناه هالسنه. انزين وهالسنة لما جبناه يعني بعد 2-3 ويكس هي سولد اوت. ولا حدا ما صدق كيف هيك الشيء جديد افتر 2 ويكس. شو عملنا؟ رجعنا ري اوردر 5 تايمز. ما شاء الله. اوكي. لكن اذا كان ماشي عندكم؟ اكيد ماشي. هي 3 تايمز؟ 5 تايمز. مقوى. 5 تايمز ري اوردر. ما شاء الله عليك. شو اسمك قلت لي؟ جوزي صادق. لكن جوزي على فكره يعني هالاسامي هالثلاثه يعني شيء روعه. صح. هاي وايد عجبني انا، هاي ليداد هاي. هاي وصلن قبل 3 ويكس. 3 ويكس. بس بغيت اخبركم عنه، اورويكم ابراهيم شو قاعد يسوي. ابراهيم ارفع راسك يا ابوي. شفت ايش اسمه؟ شو اسمه الرياح تعرفه؟ اسمه جوزي. أقولكم الثمين موجود في ألمانيا في أي مكان، برلين وميونخ وهامبورغ والحين ديزلدورف. برلين ميونخ هامبورغ ديزلدورف في أربع أماكن موجود. يا رك الله يا رك الله يا رك الله يا أبو خليل يا رك. بسم الله عليك الرحمن الرحيم. تعرف شو اسمه الرجال عدالة؟ جوزيف. جوزيف؟ نعم. ما شاء الله. أهلا وسهلا. مبسوط اني جيت. شكرا جزيلا. عفوا. نعم. جوزيف صار لك كم سنه هون؟ ولا خلقان هون؟ لا لا انا خلقان بفرنسا. صار لي 15 سنه. كم عمرك؟ ما في اذا بقول لك قديش عمرك ما بتصدق. ليش؟ ليش ما بتصدق؟ الا قديش عمرك؟ ايش دراني؟ 27؟ 27. تضحك علي ولا لا؟ اضحك معك. كم عمرك؟ أكثر من 50 60.
ما شاء الله عليك 60. نعم تبارك الرحمن. ما شاء الله ما شاء الله. خبز بلبن. ثانك يو. دوب الرصاص بعد يعني ما شاء الله very sensitive. Thank you very much. Thank you very much. Thank you حبيبي. You're welcome. Thank you. Okay. What's her name? I'm TJ. TJ. Yes, okay. TJ. TJ. Look like DJ. Yes, just like DJ. Okay, ما شاء الله. You've been to Dubai so many times. Yes. But you never been to Abu Dhabi. Never. But you have to. I have to. I will. Inshallah. We go to. Inshallah. We go together. Where in Abu Dhabi? Where in Abu Dhabi? You just said to me you will visit some place. The Louvre. Okay. You will be look like dreaming when you reach Abu Dhabi. Really? Yes. I will go there. It's the capital. Thank you very much. We chose Saadiyat Island. Saadiyat Island? Yes. We chose it. Wallah. It's very good place. By Regis. Inshallah. Inshallah. You will be very happy there. Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you. Thank you. هاي اللي يميز هالبلادي الفاقه الفاقه ابدا لو تجيب لك بيب وتجرجعه بتكل بيزات بيب جرجع لك بيب بس حياة بسيطة جميلة شارع في منتهى الرقي ناس راغية ناس فنانة ناس تمشي في سبحانيتها لو يشوفون ابوي الحمار راكب على البقرة ما حد قال له وين ساير ولا كخ ولا تف ولا عيب ولا منكر ولا منقود وما حد عليه من حد ما حد يخصه في حد ابدا مكان وايد فنان وايد وايد فنان البلاد فنانة وتستاهل من يعني لها بلاد غاوية وهادية الأكولات من كل ما تشتهي والفواكه من كل ما تشتهي والحلويات الكافيهات إبراهيم أبويا يبي يأخذ حلاوة حق فريجة يبي يأخذ شيء مميز إبراهيم سألهم شو المميز عندكم شو الشيء اللي بيجي وعنا بوزقرهم طيب شو تمتاز هالبلاد بالحلاوة ترى 90% من حلاوتهم فيها خمر تحمل إيه إيه تحمل هذا يوم يقول لك كل حي يعود إلا لي سكن تحت الحوض لي سكن تحت الحوض ما حول رده خلاص سار عند رب العالمين سار للي أحسن من الأولي والتالي هي والله وين يعود لي ساكن تحت الحوض ما حول عوده لكن الإنسان الحي بتلقطه في كل مكان قبل 12 سنة حياة خالي الله يغفلك كان في نفس هالمكان ونفس هالصورة ونفس هاللي تشوفونه يا الله يغفلك يا محمد بن سعيد يعلك الجنة يعلك يمال الجنة الباردة يا أبو أحمد يمال الجنة الباردة يا الله يغفلك بدأوا العربان بالكل يا إبراهيم أبو خليل خلاص مروحين إيه نعم الله يحفظنا بس نوصل السلام إن شاء الله إن شاء الله إنه ما علينا بأس حافظنا رب العالمين ان شاء الله بس just my bag inside بعد nobody will come in ما شاء الله ابراهيم بلبل الماني بلبل الماني تكلمهم انجلش انجلش قول لي ما شاء الله عليك صعبه وايد اي والله المره انبسطنا في هالبلاد الفنانة والله بلد جميل ناس فنانين وخيرين الأول والله حيقدوا فنانين والسنين الأولين الله يا أبوكم هنا ما يتشاهدوا انسور الحين ابتدوا لانا وهانا ولا الأول الريسبشن عندهم هذا الأدابتر الأدابتر يوم بتي فندقهم وانت ظاهر أما سلمته ما يسوي لك تشيك اوت لازم الادابتر هذا مالهم اللي هم عطوك اياه اول ما جيت تطلب ادابتر الناس كلها عندها هذا ادابترات انا عندي خريطه كامله كم ما جبتها المراد
شيء واحدة واحدها الكبير ويبيعون في الطيارة يركب على كل شيء وعلى كل كهرة في الدنيا العود. الامراض هذا قبل ما يسوي لك تشيك اوت لو تنقص في خبرة راسك انخلة. مستحيل يسوي لك تشيك اوت قبل ما تجيب الادابتر مالهم، مستحيل. يعني محسسين كأنه مفتاح الزر مال قبله النووية. I'm told that my followers about the adapter. It's very important to bring it for the reception before we check out. Is it right? Yes. Thank you. Right. Thank you. أكسينا للمطابخ عازمين أبو يومين. يومين وتردون. قلنا لهم بوي نحن بوي نبي بعدنا يومين. الجماعة كلهم ردوا من أمس. هي لسنا ما أمس باليوم. عطونا يومين زيادة. وهذا مفروض على حسابنا. الحين يومين أبوي ريسبشن قالوا أبوي مدفوع عنكم. كل جلستكم أبوي اليومين الأوليات اليومين الأخرانيات. هل أبوي هل الأونرية مع الشركة قالوا أبوي أبو محمد وربيعه ما يدون بيزة مثل ما أخذتك إلا متحمل غرامتك. ما أخذتك إلا متوزي غرامتك. يبناكم مناك لين هني نحب نخليكم تدون من كيسكم. لا 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 لا. المهم شكرا أكسينا على هالعناية وعلى هالجولة الجميلة. ما قصرتوا من اشتلينا من بضبي لين وصلنا في هالبلاد. وانتوا تحوفونا حوف يعني شالينا فوق روح. من لا يشكر للناس لا يشكر لله سبحانه وتعالى. شكرا على كل ما قدمتوا من خدمات ومن رقي معاملة ورطيب أخلاق. نحن ولي ويانا كلهم ما التواصل الاجتماعي ساروا وهم فرحانين ومسرورين من حسن المعاملة وطيب الخلق ورقي الأخلاق وسمو المنطوب والألفاظ. كل التيم اللي كان موجود إدارة موظفين سعوديين ذكور وإناث اللي كانوا موجودين من مصورين من اللي مسؤولين الرحلة كل اللي كانوا موجودين سعوديين ما فيه ولا واحد خلط. فبياض الوجه عليها من شركة عليها من عناية عليها من كل صغير وكبير. الله يحفظكم. هذا الرجال اسمه محمد منير. انت المدير هنا. انا المدير هنا مدير الفندق الكبرى. انا المدير. انت ابويا على حينه يوم حادت يلهض عنا قالوا حلوا قالت حلوا يوزوني الريل. تمام. لا لازم تعرف شو المعنى. افهم. افهم. اتفضل. هذه بالاول قالت انا مش عاوزه اتجوز. اوكي اوكي. لما خلاص اهلها حيعزلوا قالت انا دلوقتي عاوزه اتجوز. احنا دلوقتي لينا من جينا هنا ثلاث ايام والنهارده رابع. انا سامحني والله كنت مش موجود. انا والله في المستشفى بقالي كم يوم. الف لا باس عليك والله يبقى. الامانه عبد الجليل بن طه بن عبد الجليل الفهيم مظبوط وصاك علي ولا لا؟ حصل طال عمرك. حصل انزين. عندي قبل اللي عندي ويوم اللي انا كنت قايل لك فيه والله حصلت لي حادثه. انا والله يعني انا رجاء ورمى وماشي بسم الله. والله ليه ان شاء الله في عدوينك. الله يا حبيبنا ازاي نورنا. المهم فندقكم في منتهى الروعه. الله يخليك طال عمرك. والعنايه ولا والامان والنظافه والخدمه وكل ما نتمنى الحمد لله طبعا. كان احسن عن الاحسن الحمد لله. فندقكم شيء مشرف الحمد لله. لكل من يسكن الحمد لله طبعا. نعم. لا ازعاج ولا صريخ والخدمه سريعه الحمد لله. والابتسامه موجوده فيهم كلهم هذول كلهم والله الحمد لله. Just now I say hello hello I said to him you are very smiling. اي والله this is my friend also smiling. يا هلا يا هلا يا هلا منورنا حمد الله يخليك الحمد لله تمام. ترمش منك ما حصلتوش والف الحمد لله. الله يسلمك يا لومبر. الله يسلمك ونورك لك دلوقتي. يعني انتم جايين بعد ما المعذب مشي على طول. يلا ما لنا نصيب نشوفه. ما لنا نصيب. ما لنا نصيب. ما لنا نصيب لو هي نويا المعازي. الله يخليك نكست تايم ان شاء الله. انت منين من مصر؟ انا من القاهره طبعا. فين؟ انا مصر الجديده. مولود في مصر. مولود في مصر. وابوك وجدك؟ لا ابويا وامي من الشرقيه لا مصر. لا مش شرقيه طويله. لا مش شرقيه طويله. كرمك غريب. الله يخليك. ازاي الكرم اللي فيه؟ اهل كرم. اهل مرد واهل كرم. جزاك الله خير. انتوا اهل كرم. وليش من مصر الجديده؟ لا 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 مش شرقيه. مش اجدع ناس. اجدع ناس. الله يخليك الشرقيه دول. شكرا جزيلا على حسن الضيافه. الله يخليك حبيبي. الله يرحمك. عبد الجليل وصاك حبيبي. انت ما قصرت الجماعه كلهم ما قصروا. دو عنينا. جزاكم الله خير. الله يخليك. أقول لكم الأخ محمد منير مدير الفندق قدم لي دعوة وأنا قبلت الدعوة. إن شاء الله في القريب العاجل راح يكون في تعاون بيني وبين
الفندق الانتركونتيننتال في ديزلدورف، فيه تكوين جروبات خاصة من دولة الإمارات، من خليجنا، من الشرق الأوسط، اللي بيها الفندق له خصومات معينة، له ترتيب معين، جولات سياحية مع مترجمين، مع بيبي ستر، مع اللي هي جليسة العربية، كل شيء يخطر في بالكم من مولات، من معالم موجودة تخص ديزلدورف والمدن القريبة منها، كل شيء هو بيسوي لكم إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. شكراً أستاذ محمد، بارك الله فيكم. أنا في خاطري أعطونا العنوان كذا شخص، قالوا لنا أن سيري مطعم إيطالي، وصفوا لنا إياه واحد قالوا مشاهد الفندق والثاني فوق ديور هو قال لنا لا شيء مطعم أخير عنهن، مش أنه كمستوى يعني فخامة، لكن أكل أخير عن 7 ستار، لكن ورا الفندق. هي شو اسمه؟ كازالويتشي. وحين هو عازم، ترى أنت عازم على حسابك صح؟ أكيد طال عمرك. قوة عنينا طبعًا. لا عنينا إزاي؟ لا دي أقل حاجة نعملها. جزاك الله خير. شو اسمه هذا اللي يشتغل هني؟ فلوريان. فلوريان. كيف حالك؟ الحمد لله. بارك الله فيك. ما شاء الله. الله يسلمك بعد. ما شاء الله عليك. فداعت الله يا دار الطيبين، فداعت الله يا هالبلد الآمن، فداعت الله يا هالبلاد الزينة، فداعت الله يا هالبلاد النظيف اللي ماشي شرات الراقي الفنان اللي كل شيء مرة قربك تسكن أبوي في سطرة هالفنادق والمولات والمحلات والمطاعم والملاهي وكل ما يسر الخاطر كل موجود، مال الكبار والصغار واللي تباه كل موجود، كل شيء موجود مرة قربك، ما تصير شرق ولا تصير غرب، مرة اللي تباه متناول اليد، مرة كل شيء عدالك. بلاد فنانة يعني، شو بقولكم والله يا ابوك مين هالفنانة، انا ما اقول شيء زين وهو ما بزين، انه فوق عن الزين فوق عن الزين يعني شو بقولكم، ما عليك كل شيء قربك، ما عليك الا تيبي ميع البيزات. هي نعم، ما شيء برق، ما شيء بلاش، ما شيء، كل شيء بيزات ابوي. هاي اخر جوله لنا، الله يعودنا ان شاء الله اهل المكان الفنان. اخر جوله لنا انا والكابتن ابراهيم، بس ما دخلنا المول هذا، لكن ان شاء الله نستعين ان شاء الله. وهذا كوف هوف. ان شاء الله ان شاء الله الجايات اكثر ابراهيم، ان شاء الله الجايات اكثر. بلاد جميل والله، ما يصدق فيها يعني يومين ثلاثة ايام، لكن نحن يينا مرتبشين، يينا مرتبشين. إن شاء الله الجايات بتكون أحسن وبتكون أخير، وبيكون يعني شيء فاقة وشيء شيء برنامج، يعني اللي هو أهم شيء البرنامج. حين هذا محمد المصري المدير مع الفندق، سمعت شو قال؟ يقول بنسوي صد يا عيال، صورت يا شوفيك صد من ناحية، رمس أرمس عن أبوك وهالعالم اللي يتريونك ترمس، شو بتعطيهم مقفاك؟ ما اعطيتكم قفه، متى تريونك ترمس، تريونك تقول شيء، تمشي وتجي. صرت اوكرانيا انت زين، وقالوا لي انك انت جبت من اوكرانيا قطوه في الطياره، ولا انا غلطان؟ لا كلام صحيح 100%. زين وشي سويت؟ شي حطوها في العفش ولا كيف؟ لا والله ما طايح يحطونها في العفش. ليش؟ عندهم ممنوع، قالوا لي تركبها في الطياره عدالك الكرسي. وحد كان عدالك انت؟ لا. زين كرسيها هي. قول بيزات بعد؟ لا 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 والله بلاش. أشوه؟ زين وخلاص؟ ما شوي بتطال عمرك البلاد. وكملت عندي 2 أسبوع وانسرقت. منو سرقها؟ سرقوها جيراننا السودانيين. والأخي كيف عرفت إنهم سرقوها السودانيين؟ جيراننا والله خبرونا، قالوا إحنا شفنا القطوة عندهم وشلوها أبو ظبي. يا ويلهم. سامحهم أنت، سامحهم. الله سمح ذنوبه أكيد، بس سامحهم إلا قطوة ما ترسل. هي والله. إيه والله. زعلت أنت عليها؟ زعلت. عيال ما مسامحينها؟ لا مسامحينهم دنيا واخرة. شوف انت. اي نعم. اول مرة انك ني الزاوية هذه، ها. ني الزاوية اول مرة. ما شاء الله عليك يا ابراهيم. هذا سيد، هذا ها. هاي كفاف، هاي الكوفو. ابنة تظهر سيدة. هاي وديك فندقنا، وهاي الشارع كل الماركات، وخلق الله ما خلق.
هذا الله يسلمكم من أوكرانيا الرجال. هذا من أوكرانيا وخذ وحدة ألمانية أول ماية. خذ وحدة ألمانية أول ماية قبل 37 سنة وثلاثة شهور. خدها وكان بيموت عليها. وقزر وطر تحلف براسه ويحلفون ويحلف براسه ويتقارون شرات الطيور من كثر العشق. ما يهني له الرقاد ولا يهني له النسخ ولا يهني له المشي إلا مشاهد حرمته. هو من أوكرانيا وهيه من ألمانية. واحدة طول ظهرها ثلاثة أذرع، طول ظهرها روحها ثلاثة أذرع، ورقبتها كوز من طولها. واحدة شقرة والعيون خضر، وهو على ما تشوفون ها ما في الحاضر مدح بعد. انزي كملوا دهر ونشت الله يحفظكم. هاك اليوم بتعبر من الشارع هذا لين هذاك، وكفخيها سيارة ويني نونة كيف حتشوفون بتولع في البط. يوم توفت هني قرب الشارع هذا، نش البط والوز وسار ابوي عندها. وعقب ما توفت وهي شاله سندويتشات ما ادري شو شاله، وتم البط ابوي يرعى من السندويتشات اللي طاح من يدها، وهي تزهق روحها هاي الساعه تسلم الروح تظهر الانفاس الاخيره. وتصادق ويا من هاك اليوم سار ودفنها. ويلس ابوي من هاك اليوم كل يوم يشتري ب30 يورو الصبح وب30 يورو المساء بيتزا وياكل ويا الحمام هاي ويا الطيور اللي تشوفونهم. وهاي حياته من هذاك الان الى هالان مقزر حياتي. يطعم ابوي الوز والبط والبش، هاي البش هاي اللي تشوفونهم هو يطعمهم. وتعلم لقتل يرمس وياهن، وحياته ازمه هالنمونه مقزر حياته هالنمونه. يزقرها هاي مسميها كاترينا، مسمي هاي الوز البش هاي العوده مسميها كاترينا لان على اسمها هيك، ولان هي هاي طويله وعنقه وشقره وطول وعرض. هي نعم ظهر اقول لكم ثلاث ادرع. روحهم خبرني وحلف بط عمره بمليون يمين يا ظهر كاترينا ساب عدت روحها ثلاث ادرع. حسب تم ابوي عايش على ذكراها. اي ابوي هني ويجلس مشاهد ابوي هم سمي هاي على حياه حرمته. وبس يطعم هنا وبس ويرقد له هنيها، ما يصير مكان بعيد. عند الله علينا. لك الله لك الله لك الله ما عليك باس. يتخبرون عن المطعم ابوي، المطعم الايطالي بعدنا ما جيناه، بعدنا ما جيناه. الساعه 6 يفتحون، بعد باجي 10 دقائق عن يفتح المطعم. الحين بنصير سيده حق الكونسيرج وبيخط هو ورا ورا الفندق. المطعم يفتح الساعه 6 وبنصير لسيده نحن الساعه 6 الحين. بنيس عنده ساعه ان شاء الله، والساعه ها بيكون ابوي سيارتنا حطوا فيها الاغراض بنتوكل على الله اذا الله جعلنا من الحيين. بس بغيت اخبركم انه المطعم بعدنا ما الحين المسجات اللي تي والله كيف ما صورت المطعم ولا صورت اسمه. ما جيناه المطعم بعدنا، المطعم كبره نحن ما جيناه. وانتوا تبون نصور نحن يا المعنيين بالموضوع ما جيناه. انتوا الحين ما يدرى وين ارضك وين سماك يا اللي تبل المطعم وتركتكم حياتك، لا بتسافر ولا تبي تسافر. بس الا مني والطريق الا ليش ما صورت اسمه. وهو ما كد احترك دبي ما كد ياها يالس الا في الخبر عن اسم المطعم في الضبعيه ساكن. وبحياته ما وصل دبي ولا سار ابو ظبي يالس الا ابوي في الضبعيه من قبل ما يحكم زايد. وهو في عيشته هناك قرب ام الجنة، اعرفه انا هالرجال منو، في صندقه قرب ام الجنة. ويتخبر عن المطعم في اخر الدنيا. وين بطالة حين انت يوم بضابي انت ما تديته، وين بتوصل هالبلاد اللي وين بيصنعي عياله؟ شو ما زين هالبلاد ما تديناها ابراهيم؟ شو هاي؟ هالمكان الدوار هذا. راك تطوف على انت من هذاك الصوب من هذا الصوب ماتي داخل. شو اسوي انا؟ يوم حتى لا يا ولا يبات. شوفوا ها يوم اقول لكم الشير حتى في دزلدورف يصبغونه. لا تقولون ما قلنا لكم ها. يعني ما بنا بعد عن هالسالفه. ها. نوره ومبيض فطري. هذا كل ابوي عن الفطريات ين لي دول كل 6 شهور كل 3 شهور يصبغونه مبيد عن الرطوبه عن
هذا حين اللي وادم يبون يصورون وياك انت. انا لا عجبوت مني انا زين ابوي نحن نتمشى ولقطنا هالرجال الفنان الله يعزك زين تلو بارك الله فيك. قرب قرب عندنا ما عليك. لا ما علي بنرقص الاخلاق الحين. نعم. العرب يبون يعرفون منو هالرجال هذي اللي قاعد عندهم بالطير العظيم. والله والنعم انت من العين اللي هم ضربي. نعم. دام الهير من الهير ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. نعم. شو جايين شو عندكم؟ والله عندنا علاج بسيط. الف لاباس عليكم. الف لاباس عليكم الحمد لله يوم لقيناك وشفناك يعلني ما ذوب حزنك. الله يعزك. وهالرجال منو والله ايه سلطان بن حمد المقال. والله والله والنعم. حالك ايش حالك ايش حالك الله يحفظك كيف انت الحالة. انت يا كشات ولا شو؟ لا لا يا بعد. نعم. ما شاء الله صاحي 16 عام بتيبي. الف لا باس عليكم. ابراهيم زير مثل العرب يقول هم شيء يسولف عندي اقول له وين تعرف الذيب هذا؟ هي قال لي انا جاي عنده. هي صدقه انا اشتغل حسد فيني مو ابوي على مرضاكم. سلموا على اهلكم على جماعتكم والله الله في عماركم. يلا في مال حبيبي مع السلامه. نعم لا ما بالله سلام من يوطني الحين انت منو والله يحفظك؟ علي الظاهري. والله والنعم. وانت؟ عيسى الكعبي. انتوا كلكم العين؟ نعم ما شاء الله العين. ابو تونا بعد رابعكم هاي لك ها من العين هاي. ونعم والله اهم شيء هذا. يا سلام هذا الحين ها شو النتيجه بالله عليك؟ تمام باديه صبر صبر الله ييسر الامور ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله لكم فالكم الفوز. بعد انتوا علاج؟ لا لا سياحه. وين سكنتم؟ حياتك جنسي. لا ازيد فندق اللي انت نفس الاسعار اذا ما برخص ولا ما بغلى واخيار واشرح واهدى وهني في عين الماء. يلا يا مولا يا مولا مع السلامه. يلا يلا صور. يلا ماشي اسال رامني رامني رامي الصوره اشوف ما زيني. يلا مع السلامه. الحين حاجزين بنتغدى وانا في المطعم وحين يوميه ابوي فروم اتحاد ايرلاين ايتيهات فروم اتحاد طيران يقول اتحاد مطرشين السياره قبل الحشر بعشر قبل الرحله بثلاث ساعات. ناو وي هاف تو جو. يلا اوكي يلا خلي ولي الغداء ابراهيم. ها بنتغدى في المطعم ايش بنسوي؟ لا ما بيصبر ما بنشال هي والله. ناو وي هاف تو جو. يس ناو يس ما باليد قرب الله يواعي ابوك. خاطرنا نتغدى في الايطالي خاطرنا نتغدى في الايطالي ابراهيم خاطرنا نتغدى في الايطالي من الحنه يا تنعيم ما صلت على النبي. الله اكبر يا تنعوين يا ابراهيم ما صلت على النبي يا تنعوين عوين ما صلت على النبي لا اله الا الله. السلام عليكم. سي هلو فور مستر محمد. ها سلام محمد منير. يلا مع السلامه. ثانك يو. غرب الله تغرب الله تهدري انا ابوه قبل الطياره ثلاث ساعات وش ايش بنسوي؟ نسبه السير والجي الطريق 10 دقائق و10 دقائق فنسير يبون قبل الطياره بساعتين. هم صح هم صح لكن يبارك في خاطرنا المطعم الايطالي لو درينا ما خبرناكم. هاي عيونكم ابوي شي سوت عيونكم خلت الدريولي يطير بين ارض وبين سماء. مرحبا ابو عبد. الو مرحبا ابو طه. انا عبد الجليل بن طه. والله مليون مرحبا ايش حالك؟ الله يطول لي بعمرك. بشر بشر. يلا يلا محمد هذا ما قصر شلني فوق فوق راس مدير الفندق. يلا الحمد لله الحمد لله. عاد سامحه من يوم وصلت انت طايح بالمستشفى مطلع لي صوره تريده. اي والله مضور به ريوله فقير. يلا الحمد لله ان شاء الله استانست. اي والله استبلاد عليها رضوان من الله يا عبد الجليل. لا والله العظيم حلوه يعني انا يوم صرت لها استانست ترى كل شيء قريب هناك. اي والله قريب وبنزيكا قريب. عبد الجليل اقول لك مكالمتك ترى سجلتها ودعتها. ليش ليش سجلها؟ بليز 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 عشان خاطر صلاح. مرحبا ابو ابو محمد الغالي. ها شوف الاكسجين مالي وياي اليوم. ها محمد مسيك بالخير. شوف الكلام يقول لك انقلب تو زاد. شوف اختصار مساء الخير ابو محمد مرحبتين. ايوه اليوم شو اليوم الجمعة زين 15
اليوم الله يحفظكم بارك الله فيكم. اليوم يوم الجمعة، اليوم يوم الجمعة تاريخ 5/10 وهذا مكتوب. نحن طالة عماركم وجودين في حالة أم الكركم، وهذا يعني الله يحفظكم عشانه. كريديسات، سويفيات، بسات، شعري مردد، فسكرة، جشة، منقير، وليمات، وبصلة هاي حق مرزوق، وعنفوز هذاك العنفوز، ها شوفوا هذا حقي بعد، حقي حقي، حرام ما طعمته. ها افتح العيش، افتح العيش، يلا اسمي شيء اوبن 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 يلا اسمي شيء فلاش الايفون ترى. شوف الله عليك، شوف العيش مرة رقم واحد. حالة ام الكركم تبعد عن عاصمة الحبيبة ابو ظبي ما يقارب 300 كيلو بر، ومن هناك عاد من البر لين وين نحن حينه تقريبا 50 ميل بحري. رقم الفيديو اللي توني حطيت لكم اياه من فيديوهات البحر مع الاسبوع اللي خطف، ارويكم ايش قايل نحاسة هالمرزوق، ايش قالي فاتن الباد وكلها ترمس شوي شوي، وهو فاتن ما يعرف يرمس شوي شوي، ما عرف يرمس هيداها رمس كلها فتنه بفتنه. هنا ابوه بحر بر جو داد يا ابوك، داد للي شاهده، داد لهم اللي شاهدوا، يبالك يباب اللي بيشاهد هذا مرزوق يكون كبد حوار ما تجز من شيء. عمار يا دار الطيبين، عمار يا يو اي اي، عمار يا اماراتنا الحبيبه. شوف كم مكان حاطين حق طيران الاتحاد، كلها بويه هالكاونترات، كلها بويه لخدمه بويه طيران الاتحاد وركاب طيران الاتحاد. يا حافظ عليكم، اسميكم يا للمان يا الدزولدورفيين، ما حد شرافكم وافين. وهل ابوي الطيران الاتحاد اشد وادعس ابوي، جدم الحسنات يستوفي اليمايل في بلادهم، مكرمينكم محشمينكم، اسبتي انتو هني في هالبلاد ابوي حاطي في بلادكم، ناس حاطين لهم كانتر واثنين وثلاث، ونحن ما شاء الله سيد طول طول وعرض عرض، كل ابوي حق طيران الاتحاد. يا الله يا ربي حافظ من دا حافظها من الحكومة عزتنا داخل بلادنا وخارج بلادنا. خلصنا ابوي من الجوازات. ابراهيم شو اللي اخرك هالكذا؟ اخرني ابوك الضابط قاعد يسولف وياي. الضابط الالماني؟ ايه نعم. يسولف وياك انت؟ ايه والله. زين شو قال؟ قال لي انت فنان وايد مبتسم. مبتسم وان شاء الله انت صدقت بالالماني. ها؟ لا بالانجليزي. احلف. ايه نعم. بعد عيلتك. يا ربي ابراهيم هاي بتنضم الى قائمه اللي البارحه ضربتهم بالجوتي الاثنين الامريكان. يلا لازم كل بلاد نسوي فيها بصمه. هي بصمه حلوه. زين انت بكبرك حلو يا كابتن ابراهيم. من بعدك يا ابو محمد ابراهيم، هل البحرين كلهم يسلمون عليك؟ ديت قلبهم واحنا نسلم عليهم، وهل القصيم والسعوديه والكويت كل على راسي ها. كلهم ليداد، بالاخص ليداد اللي ما يعرفونك من قبل كلهم يسلمون عليك، بيموتون عليك، بيموتون العرب عليك. ابوكم مطارهم بلود بلاد، يمين الكولات والدنيا. شو بقولكم ما شايف الدنيا ابوي ما بعندهم، واليو ليه في الكون كل فينا ابوي، اليو ليه في الكون كله فينا. هني انا ميت من اليوع، روعنا ناكل من المطعم الاولاني ما بعسب شيء، تروعنا خفنا ان نلقط اكل قدام من عقب ما ناكل في المطعم هاك اللي صورته قبل شويه، يكون ان نلقط اكل ادنى اخير، وبزعل في خاطري بنسير ابوي الحين بنتريهن كلهن وبرد عقب على متلثرنا، بنطع المكان اللي بيوزلنا وبناكل فيه. كلينا حين الامور طيبه، لينا حين الامور طيبه، واليوع ليه الدنيا كله فينا، رزقنا بوت. اقولكم بالنسبه للي ضامين جديد ويانا، ضامين يعني فلور ليداد، هاي نقولهم ابوي بالنسبه لكلمه عنبو، عنبو هاي ما بمسبه، مش يلعن ابوه، لا يلعن ابوه ما حد يلعن الا ليه ما في حاسيه، لا انا ما العن ولا اتكلم عنبو. كل ابراهيم
فوايدين يتحرون كلمة عنبو مسبه. شو تفسيرها عنبو؟ عنبو يعني استغراب. ها علامة تعجب. ما بسؤال علامة تعجب. استغرب من شيء. مثل عند السعودي وش ذا؟ أو عند الكويتين شنو هدي؟ يعني معقولة صار هذا الشيء؟ معقولة؟ أوه بالإيطالياني والله ما أعرف. قول لا 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 قول لا قول لا. أنا كنت ضاري أسير لها ضاري هي هدوم اللي هي ميونخ لكن دزلدورف ما تديتها هاي أول مرة. البلاد رائعة وجميلة وفنانة وما شيء شراتها دزلدورف. دزلدورف بلد يستاهل العنوة وبلد خفيف لا فيه ثقال الدم شيء من البلادين من أول ما تطيح تحس كآبة وهالبلاد لا هالبلاد أبوي خفيف شيء شرات حد من الوادم من يجبل عليك ابتسم اللي يحط لك سامان وهذا This is no حرام no حرام but here there is حرام what I told you this one حرام I come one more time okay تهلعت على هذا ها هذا يا زلي ابدا خطر علي عبد من داخل جامع قال لي ابوي هذا ابوي ها this one برادر this one حرام ها حرام this one yes هذا ما بحرام هذا يقول لك ما بحرام وهذا this one حرام هذا قال حرام هذا ما بحرام وهذا ما بحرام كله ما بحرام بس هذا وان حرام وهذا حرام يقول هذا اللي طالب النبي ابراهيم ما على هواك قانونهم هذا ابو قانونهم ما ودي يضحك ايش عيش ومرقه طلب ابراهيم يس ميك ات اكسترا هوت بليز سبايسي يس اكسترا سبايسي على وشك الحبلة جاي بتشيل الصحن مال المكسرات ما طاقة فيها يا نسيت قلت لها جدري في حطي في يدي وشيل الصحن ما علي بعدي ما كنت من الأشياء شويونة بتشيل المراد على وشك الأقلاع والسموح من التقصير سامحون كان شيء بهذا التصوير غير لائق ولا رمس ما بعدله ولا كلمة حوية كلمة حوية ولا مستظلة ما باليد الحين كان تصوير وقرقع أو صور وديانة هو فسوي جيبه كنترول زيارة كنترول ما كان شيء موجود هو الحمد لله يعني الأمور طيبة خيارة من قدام تقريبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صبحك الله بالخير يا داري صبحك الله بالخير يا بلادي صبحك الله بالخير يا دار الطيبين يا دار ليواد يا دار العرب الطيبة اللي ما حد شراته في الدنيا الأولى يا الله يا رب تحفظها من دار الحمد لله على السلامة هذا وقت وصولنا الحين العاصمة الحبيبة وضمي إن شاء الله أنا أرمس وياكم في البيت Good morning. شهر Good morning. روّعتني أبو محمد الله يهديك. صباح الخير. صباح النور حبيبي. إيش حالك؟ شو أصبحت؟ نحمد الله ونشكره. الله يسلمك. قلت أنا أبوي شردت أنت؟ لا وين أنا ودرك ما ودرتك وأنا هناك ودرك هني. جزاك الله. أنا وين أصبر عنك يا إبراهيم؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمك الله. إن شاء الله ما تعبت. لا والله انطبنت من أول ما نشيت لين الحين. دومك رقاد أنت؟ رقاد ريج أنت؟ لا أنا حشة والله رقدت بعدين بعد ساعتين. والله شفت المكشن انا والله ابوك من اول ما ركبت رقدت